كابتن محمد عامل ايه؟ وحشني. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك حبيبي. وحشني يا كابتن حبيبي. كابتن عبد الخضري واستاذ حضر الحبايبي وربنا يخليك يا كابتن. حبيبي يا كابتن حبيبي ربنا يخليك. كابتن محمد شايف خساره المنتخب ازاي النهارده؟ والله انا شايف خساره عبد الرحيم يعني ألمتنا جدا، وبالعزيز وبالعزي اهله وربنا يرحمه يا رب ويغفر له. ونصيحه ليك وللناس كلها، نحاول ما تعصبش، لان الكوره ممكن في اي وقت تعمل غلط قدامك او ازمات. وهو كان حبيب قلبي، كان عصبي دايما وبيحب شغله وبيحب مصر وبيحب الكوره. وزي ما حضرتك قلت ان يعني واحد زعل عشان ماتش او عشان جول، دي في وقت مش في وقت مناسب، او مش ممكن نعوض، او احساس ان مصر ما بتخسرش من السعوديه الفرق الامكانيات. حصل الشوط ده، ربنا يا رب يصبر اهله وما تحصلناش تاني كرجلين كلنا ان شاء الله. اما عن الماتش ف يعني انا حضراتكم انا اتعذبت بصراحه. اتعذبت، انا مش بتكلم يعني انا اسف. الناس اللي ما قبل المباراه وما قبل الدوره كلها في امور ما كانتش جديه اثرت على النتائج دي. فانا مش عايز اقول اللعيبه او فلان او زي ما حضرتك ساعات تقول مثلا التصوير او الى اخره. لو ما كانش في تنظيم اداري من اداره البعثه ليه الحفظ على المكان ده، كان لازم يتغير. يعني احنا مش رايحين نعمل اعلانات مثلا، مش رايحين، احنا رايحين نلعب كوره. الكوره دي ليها متطلبات، ويمكن الكابتن حماد عرفها والناس الجميله موجوده. انت بتعد اللعيب ليلعب مباراه ازاي؟ مش الناس في وقت معين الجماهير لازم تتصور ولازم تفرح مع اللعيبه. لكن بعيد عن دخول الغرف، بعيد عن المحيط بتاع الفرقه. والا هتبقى زيطه وفي فوضى واللعيبه مش هتركز. الاول والاخر انا بعد ما اتكلمت على ايه بس يا احمد، الاول والاخر الذي يحاسب هو كوبر. ولو في امكانيه نتحاسب في البرلمان يتحاسب. يطلع كده يتعمل له مؤتمر يا استاذ حسن. واللعيبه كابتن محمد، واللعيبه برضه عليها دور كبير. ما انا بقول لحضرتك، لا بس انا لما اكون مدرب انا اللي بحدد اللعيبه الحركه في الملعب. اللعيبه بتتحرك في اماكن صغيره جدا جدا خوفا من عدم تنفيذ التعليمات. الراجل بيغير في وقت غير اي مصري مقتنع بيه. يعني انت دلوقتي عندك امل وحيد بس انت تكسب الماتش الاخير عشان ترجع مبسوط او تفرح شعب. ما دافعش في ماتش السعوديه وخلي السعوديه تلعب عليا كوره اكني بلعب تيك تاك مع برشلونه مثلا او الاسبانيا. وبعدين احنا اللي بنسجل وفجاه الاخطاء. احنا خلي بالك يا استاذ، احنا مش واقفين، احنا ما بندافعش. احنا يا اما بنلعب زون يا اما يلعبوا كل واحد يلعب في 4-5 متر. الجون اللي جه يا كابتن حماده في الناحيه الدفاعيه مهزله. الناس بتلعب في الست ضربه كده، مرتين ثلاثه زي التيك والتاك، وفجاه تيجي جون وفي سته او ثمانيه مرصوصين مش واقفين، مرصوصين. يبقى انا ما بدافعش. انا بدي حريه لكل لاعب الخصم يمسك الكوره يلعبها بحريته لغايه ما يغلط وتجيلي. وده عيب ما يحصلش في منتخب مصر. عدم تسميمه على مجموعه لعيبه وفق منها من وفق ولم يوفق بعض الاخرين واخطا الكثير منهم ما بيغيرهمش. احنا مش عارفين هل في حساب للراجل ده من قبل الاتحاد؟ انا اتمنى. ما مشوف. انا اسف لو طولت عليك. عايزين نمشي الاتحاد. براحتك براحتك. كابتن كابتن محمد صلاح. اسف محمد الخضري معاك. انت لو مكان كوبر يا كابتن كان كنت هتعمل ايه النهارده؟ لو انت حضرتك مكان كوبر النهارده في الملعب كنت هتلعب هل بنفس الطريقه بنفس التشكيل؟ وكان مين ممكن اللي تجيب معاك من مصر؟ مين اللي ما جاش؟ مين اللي كان يستحق انضم المنتخب يعني؟ السوليه. السوليه. محمود عبد العزيز. اه. مع احترامي للنني وطارق، كل ماتش كل ماتش غير موفقين. طب هيغير سام؟ هو مش مقتنع بالسام ده بقى هو جايبه. بدليل ساعات بيطلع النني حتى لو رايح تكتيكيه ويلعب عبد الله، عبد الله السعيد فين؟ بعيد. من ساعة ما راح فنلندا دي مستواه نزل.
فمش لازم عبد الله، او اجرب عبد الله واحد تاني. بدليل ان ليه يعمل تغيير الناحيه الهجوميه بتاعتها بتتطور شويه، بس بقى بيروح عامل ايه؟ تريزيجيه احسن واحد، تريزيجيه راح شايله. هيلعب بوجين هيبقى عايز راسين حربه، راح مطلع مروان. انا لما اجي انزل واحد ببقى عارف هو نازل ليه ومين. هي دي القصه. علي وحجازي مش موفقين. واحد يلعب ويلعب مثلا كان موجود الونش او سعد سمير. ما انا عايز اعمل توفيق. ولذلك لما بيلعب بينزل وقت مثلا ورمضان وكهرباء مع انها تغييرات متاخره جدا جدا، الولاد بيلعبوا كاس عالم محمد صلاح. وبنقدر نعمل هجمه او بيض في حدود 10 15 دقيقه. فلو اتعملت من بدري او بين الشوطين، وانت قال تجازف المدرب لازم يجازف. انا دلوقتي ما عنديش يعني حتى لو تعديت مع السعوديه انا ما عملتش حاجه. صحيح. فما بالك انا اعمل مغامره واروح كسبان مثلا السعوديه 2-1 او 3-1. هتتحسب لي حتى وانت جاي. الناس بدل ما هي واقفه النهارده بتقول الفاظ وبتشتم اللعيبه، هتقول اللعيبه تعبت اللي عليكم متشكرين، لان في تصنيف مع روسيا مثلا اوروجواي تصنيف اول، السعوديه تصنيف ثاني. لان الجمهور يخسر. تمام. سكت عشان سكت. الناس كلها حزينه يا كابتن. والله يعني انا كنت اتمنى ان احنا ندخل يعني انت عارف موضوع الدول العربيه. وده اللي حصل من 2010 و2002 والدول العربيه والدول الافريقيه. لازم في حساب والله. والراجل فعلا المخطئ يجب ان يتنحى عن الكرسي. طب حضرتك يا كابتن محمد ترشح مين يكون خليفه كوبا؟ اجنبي ولا مصري؟ اجنبي ولا مصري؟ لو مصري يبقى مين؟ ما انا ما اقدرش، انا ما أقدر يعني. انا لو انحاز المصري ما في ناس كتير عندنا تقدر تتحمل المسؤوليه، بس زي مين يعني؟ الامكانيات عادل الأبي. اه زي مين؟ والله في حسام بدري، حسام حسن، كان في اياب جلال، كان في ما بص لازم تجيب واحد يخاف على الأجنبي. لكن انا بقول بفضل الاجنبي عشان يشيل كل الحاجات دي هو، عشان الناس تسمع كلامه، عشان الناس تعمل اللي هو عايزه. لكن ممكن يكون اتحاد الكوره يبقى في من يعني رئيس الاتحاد او ما يرغب واحد عيلته في مجلس اداره الكوره، لعيب كوره او دولي يكون مع اختيارات الراجل، يقول له مثلا لا ده الكابتن احمد العطيف ده من احسن ناس نص الملعب، لا شوفه. لان طالما بتلعب دوري ممتاز يبقى هيفرز لك لعيبه كويسه مع اللي انت بتختاره من المحترفين. ممكن نعمل، لكن مش كل مره حماد عبد الطيب بيلعب ما بيلعبش، بيتشرع عليه مصاب مش مصاب بيجي ليه؟ ليه؟ يعني انت لا مقتنع بيا ولا مش مقتنع؟ الدوري ده مش ادانا محمود عبد العزيز سلية؟ مش دول افضل ناس نص ملعب السنه دي؟ كابتن في محمود متولي كمان مدافع الاسماعيلي لعيب كويس. محمود متولي ده لعيب كويس. في محمود علاء ومحمود علاء ومحمود متولي كويس بتاع الاسماعيلي لعيب كويس. في ناس يا كابتن احمد كتير جدا تستحق ان تروح المنتخب، بس احنا الراجل صدر لنا ان انا باخد بطوعي. يا عم دول بتوعك مش بتوعك، حتى التغيير يا كابتن هم الثلاثه يعني هم الثلاثه يعني ما فيش اي تغيير. انا سمعت استاذ احمد في الحاله يا كابتن خضري بيقول لك الراجل بيسمع. الجدول 2 في 2 بكام؟ باربعه. 11 موجودين، اللي هينزل كذا. حتى اللي نازل انا بقول لك اللي نازل ما عندوش ثقه يغير من النتيجه. لا وحاجه غريبه يا كابتن صلاح، النتيجه تعادل فوز هزيمه هم يعني. صحيح. يعني حاجه غريبه يعني، المفروض اللعيبه تنزل حسب سير المباراه. صحيح. هو بينزلهم في اي وضع للنتيجه بينزلوا هم يعني حاجه. ما بتكسبش كمان انت مش كسبان، ما بتكسبش. لا لا عشان ما تغيرش كمان يعني، ما جاب النتيجه المفروض يعني يغير حسب نتيجه المباراه. كابتن حماده لا هم متعادل مهزوم فايز بينزلوا في توقيتات معينه كمان يعني دقيقه كذا والدقيقه كذا، حاجه ما شفناهاش قبل كده يا كابتن. والله ما اتمناش نشوفها تاني، لان الجيل ده ممكن يلعب في كاس عالم تاني يا استاذ احمد. والله الجيل معظمه صغير ومع الاختراض ان شاء الله اللي في مصر مع زمايلهم يعني ممكن نروح تاني كاس عالم باذن الله. بس ادينا وديته في العمر يا كابتن. شوف حضرتك انت كمدير فني انت بتسيب كل حاجه. لا لا الجيل ده صعب يا كابتن يوصل كاس عالم تاني. والله احنا يعني مش انت عارف يعني مش صعبه. بص عد كويس وعندك في خريطه تمشي عليها
ان شاء الله احنا عندنا لعيبه كويسه قوي وكم محترفين كتير ممكن لو اتخططت الصح، لكن مش كل واحد يجي يبقى المجموعه دي بتاعتي. المجموعه دي مش بتاعتي. انا فاكر ان هو مره خد ثلاثه باك ليفت بالنادي الاهلي كان فيه واثنين ما بيلعبوش. اه صح؟ كان عنده ناس معينه لعبت ما لعبتش. لا ده منتخب مصر لازم حتى اتحاد الكوره، وانا بقول لك الراجل المسؤول عن الكوره في اتحاد الكوره يبقى مسؤول معاه في الاختيارات، مش عيب. لكن مش هقول له لاعب مين. زي ما انت حضرتك دلوقتي تيجي تقول لي انا عايز امشي فلان. لا انت ممكن تقول يا صلاح ما تلعبوش، بس ده عشان على قوه النادي دافعين في فلوس يقعد. يبقى احنا الاثنين خايفين على النادي. لكن لا لغايه ما ده احنا وصلنا ليه كده. ان شاء الله مش يعني مش هترجع تاني، واتمنى ان احنا نكون متفائلين. ان شاء الله. انا اسف اللي طولت عليكم. لا نورتنا. شكرا.